وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. وشفتكم انشيكم مقطع جديد، تحدي من تحديات الاسبوع ال14. وقبل المقطع يا شباب، لا تزعمونا اشكو تصلوا على النبي، بعدين لا تزعمونا ضغط على زر الاشتراك لك المقطع وفعل الجرس. كمان لا تنسوا تستخدموا كود الاتوم شو بشيشي الظهر امامكم. خلينا نبلش على طول. مطلوب منكم هذا التحدي يا شباب، بحكي لكم بسياقه مركبه او انك سوق مركبه من متنزه السعاده لبحيره الكسوله. كلك تاخذ او تروح تاخذ اي مركبه بدك اياها، يفضل تمشي على نفس المسار تقريبا اللي مشيت عليه انا. وكل ما يصير عندك قريب اللي هي محطه بنزين، انزل عبي منها بنزين عشان ما يخلص منك، عشان ما توقف معك السياره وتصير بدك تروح تجيب سياره ثانيه. تمام. او خلي معك العلب هذول تاعت البنزين الصغيره، كمان خذهم معك بفيدنك اذا لقيت بنفس المحطه هيك تلاقي منهم. تمام. وبس كل عليك انك تسوق المركبه زي ما حكيت لك، من محطة من المتنزه السعادة للبحيرة الكسولة. بس أكيد يعني نفس الجيم مطلوب منك تسويها، يعني مش أكثر من جيم. فأنت إذا بدك تمشي على نفس المسار أنا مشيته أمشي، بدك تروح تمشي مسار ثاني كمان أمشي. زي ما حكيت لك عبي البنزين إنه يكون عندك فل عشان ما تقطع معك وأنت ماشي في الطريق. أنت بتعرف يعني رايحين سباق دولي وكذا يعني، وهتقطع معك. تمام. وهيك يا شباب بكون وصلنا البحيرة الكسولة. وخلاص زعمونا، خلاص ضغط على زر الاشتراك لك مقطع فعل الجرس. وخلاص نشوفكم فيديو مقطع جديد، ومع السلامة. بيس.